ركبت إلي فلتر أول إشي أنا. حكت معاي صديقتي وقالت إنه هي عندها صيانة لحنفية، فاليوم إن شاء الله رايحين لها. يلا ماما رح نصلح. كيفك؟ شو المشكلة عندك؟ هسا على الظاهر إنه المشكلة فيه نفسها ما فيش، لأنه ها شايفة قاعد بعمل تنظيف للصرف اللي فيها، شايفين المي بتكون ضعيفة وهي تنزل. كنت حابة يكون عندي دخل ثابت بالبيت، إنه أنا أساعد زوجي بالحياة بما إنه هو عامل مياومة، أدور على شغل إنه أنا أوقف معاه وأسانده. بالصدفة قرأت منشور عن تدريب للصيانة العامة على الفيسبوك، فقررت إني أسجل فيه. زوجي شجعني وأهلي كمان شجعوني، فأنا كنت مبسوطة إنه أنا بشتغل، وإنه أنا بالعكس قاعدة بطلع مصاري بصرف على ابني فيها وبصرف على بيتي فيها. قلت له اشتغلي عادي ما فيها إشي، أنا بظهرك وأنا بساعدك. بأيام في ناس بوعى قوله إنه أنت بترد على مرتك، إنه الموضوع كله عن مرتك، بحكي لهم الستات قيدات العالم، فشو فيها إذا أنا رديت على مرتي؟ هذا الإشي اللي دائما الكلمة هاي بقولها، أنا بحبها يعني بكون فخورة، بس هو يقولها. بدي أورجيك الشهادة لأنها مزاولة مهنة، لازم تكون معاي بأي مكان، يعني إذا بروح جمعيات على مؤسسات فلازم تكون معاي. فهاي شهادة التدريب وهاي شهادة إجازة المهنة، مزاولة المهنة اللي هي. صراحة في ناس تقبلوا هذا الإشي وفي ناس ما تقبلوه، بس في واحد من إخوالي مرة إنه أنا بحكي له إنه أنا أخذت تدريب عصيان العام ومعي مزاولة مهنة وبدي أبلش أشتغل، استغرب حكى أنتي ست وتشتغلي هذا الشغل؟ إنه هذا الإشي غلط وهذا الإشي عيب للستات. فحكيت له أنا شايف إنه هذا الشغل مناسب إلي، وصار يعبر لي الدخل، وأنا صراحة حابة أكمل بهذا المشوار.